وقبل يوم من انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا، أبرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتفاقه الأول مع إفريقيا لرعاية كأس العالم 2018 ممثلا في الحكومة المصرية. وأعلن فيفا أن اتفاق مصر خبرة واستثمار يستهدف عرض مجموعة واسعة من الخبرة السياحية والإمكانيات الاستثمارية التي يمكن لمصر أن تقدمها. Let's light the pyramids.